يا استاذ والله والله بصراحه كده ما بقدر اعمل اجازه مجازفه زي ما بتقدر ليه؟ ما بقدر يا اخي برنامج دين دي سمعته يا استاذ يا اخي يا خلا ما عارف ده ما عارف انا تعبان كيف انا ما اظن يا اخي والله ما بقدر والله ضجرني يا استاذ يا استاذ احنا استضفنا كبار الفنانين في الوطن ما ممكن تجيب لي زول انا ما بعرفه ما سمعته بغني قبل كده ما شفت هذا الشكل ده ما بعرفه انا سمعته يا اخي سمعته والله انا ده خلاص اقول لك حاجه استضفني انت انا؟ لا استضيف لا ارجوك لا ارجوك ليش كفايه كفايه كده يعني انت قاعد عامل لي زود يا استاذ انا برضه عندي سمعتي قاعد اخاف عليها يا استاذ وانا ده ارحل انا ارحل من الحين ما بجازف مجازفه زي والله ها ما بجازف ده بغني لي بغني لي بالحيطه يا استاذ انا برنامج بيطلع بالحيطه بغني لي تخيل يا استاذ تخيل يا استاذ انا برنامج ده عندي سمعه يا استاذ انا عملت سمعه لبرنامج يا استاذ ما بستضيف لي زول ما بعرفه يا استاذ يا اخي انا بعرفه انت ما عارفه يا اخي ما عارفه انا استضيفه استضيفه انت صار كمان مزيان انت والله عندك صوت والله انت اسمع ما هي خبر روح اسمع انت والله استضيفه انت اسمع يا سيد هاي الزول ده هتستضيفه انت يعني هتستضيفه انت لا لا ما ممكن يا اخي اي مجازفه انا جازف عليكم يا اخي حتى مش عايز تستضيف يا استاذ يا استاذ ما عليكم يا استاذ يا اخي انا بالراحه بالراحه ما بالراحه يا استاذ بالراحه تعرف هي من هي بتستضيف خلاص خلاص ما ما مش تستضيف ما خلاص عليك بس قطعوا لي برايو وقطعوا لي برايو يعني صورونا هنا وهنا عشان عشان امشي بمشي هاي بمشي امشي بمشي امشي بمشي يا بمشي لا ما مو خلاص احنا ناجل خلاص 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 ماشي يا ماشي أخيراً حارتها